بسم الله نشوف مع بعض ازاي نعمل تسليح للكاميرا ديت او البيم دوت. فانا هاجي هنا اقول له ريبار تمام وابدا اعمل التسليح بتاعه. بس انا لو جيت كده من البلين هتلاقي التحكم صعب، فعشان اشتغل مظبوط لازم اعمل سكشن، وبعد كده هنشوف الشغل هيبقى معمول ازاي في البلين وفي السري دي تمام. هقول له جو تو فيو، اروح للسكشن تمام اهوت، اعلم عليه واقول له ريبار. طيب انا هبدا اختار مثلا الشكل دوت تمام، بس هو مش محطوط بالاتجاه اللي انا عايزه، فعشان يتحط مظبوط هاجي هنا بليسمنت واقول له بارل تو ورك بلان، هتنزل معايا بالشكل دوت. طيب الشكل دوت لو عملت عليه سيلكت موجود كم مره؟ موجود مره واحده سنجل، فانا اقول له لا خليها فيكسد نمبر مثلا، خليه مثلا 10 تمام. او ممكن تقول له خليها ماكسيمم سبيسنج او نمبر وذ سبيسنج، مينيمم كلير سبيسنج، وتقدر تحدد عددهم والسبيس اللي انت عايزها تمام. طيب عايز بقى احط شكل موازي للبيم، فهقول له انا عايز نعلم على الشكل، واقول له انا عايز اعمل ريبار، واختار بقى الشكل اللي انا عايزه. القائمة دي مش موجودة، تقدر تفتحها من هنا، اختار مثلا الشكل دوت ريبار شيب ستاندرد. تقدر تحدد الابعاد بتاعت كل اللي انت عايزها، تحدد هتظهر في 3D ولا مش هتظهر تمام. يعني ممكن تقول له انا عايزها تظهر في كل لوح، او في بعض اللوح مش محتاج التسليح فتقدر تخفيها. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اظهرها بيربنديكولار على الكفر، فتبقى معاك بالشكل دوت. طب عايز عددهم كام؟ ممكن تقول له مثلا عايز 3 بالشكل دوت، ممكن تخليهم افقي او رأسي زي ما انت عايز تمام. وتقدر تتحكم في شكلهم زي ما انت عايز برضه، يعني نفس الفكرة تقدر تتحكم في عددهم والمسافة اللي بينهم بكل سهولة. طيب خليني برضه اعمل سيلكت على دوت واقول له انا عايز اشوفه في 3D. اوكي تمام. طيب خلينا نروح كده لل 3D شوف هيبقى عامل ازاي اهو بالشكل ده. تقدر تعمل سيلكت برضه عليه في 3D وتعدل زي ما انت عايز، اي تعديل انت عايزه تقدر تعدل فيه، تعمل عليه سيلكت وتعدل كل القيم دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز.